صباح النور، دعاء حيدر، وصباح طيب لكل المتابعين والمشاهدين. إذا هي أولى المحطات الإخبارية، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم. أجرى حزب الأمة القومي مناقشات مع السفير الأمريكي لدى الخرطوم بمنزل الأمين العام والواثق البرير حول قضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. وأطلع الحزب السفير جودفري على المشروع الوطني الذي يتبناه الحزب عبر العقد الاجتماعي الجديد، بحثا لمعالجة الأزمة الراهنة وسبل إيجاد مخرج آمن عبر العملية السياسية. وتناول توسيع قاعدة المشاركة واحترام التنوع الثقافي والإثني والاجتماعي والسياسي وتحقيق العدالة والسلام الشامل والعادل، وأن ذلك ما يعمل الحزب على تحقيقه. وأشار إلى أن اللقاء استعرض وجهات النظر بين رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لدعم التحول المدني الديمقراطي ورؤية الحزب لتحقيق الاستقرار في البلاد ومعالجة الأزمة الراهنة وسبل إيجاد المخرج الوطني الآمن لها عبر العملية السياسية. وذكر أن اللقاء أشاد بنتائج اللقاء الذي عقده وفد الحزب مع رئيس الحركة الشعبية الشمال عبد العزيز الحلو للوصول إلى تفاهمات حول القضايا الوطنية وعلى رأسها تحقيق السلام، والذي توصل لتفاهمات مهمة حول أهم قضايا الوطن والاستعداد لمواصلة الحوار لتحقيق الحل السياسي المنشود للقضية الوطنية. قال دكتور عبد العزيز عشر مستشار رئيس حركة العدل والمساواة السودانية إن الحركة ستواصل ما بدأته من برامج التواصل مع جماهيرها بجميع ولايات السودان، وذلك من أجل التبشير باتفاقية جوبا للسلام. وأضاف عشر في تصريح صحفي أن الحركة بدأت بالفعل الزيارات مؤخرا، حيث استهلت زيارتها بولاية الجزيرة وولاية جنوب دارفور، وحظيت بإقبال كبير وبمشاركة فاعلة من الجماهير، عكست مدى التفاعل الكبير الذي تجده حركة العدل والمساواة، مشيدا بكل الجماهير التي شاركت في استقبال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ووفده المرافق، مبينا أنها رسالة مهمة في هذا التوقيت بأن السلام لا مفر منه، وأنه يجب أن يعمل الجميع على إنزال اتفاق جوبا للسلام على أرض الواقع. أعلنت تنسيقيات مقاومة الخرطوم عن تسيير موكب يوم غد الثلاثاء إلى القصر، جاء ذلك في تعميم صحفي اليوم الاثنين. وقالت المقاومة إن موكب 24 من يناير سيكون تحت اسم تسقط سياسة التجويع، رفضا للسياسات الأخيرة وما أسموه بإسقاط الانقلاب. ومنذ 25 من أكتوبر من العام 2021 يشهد السودان مظاهرات متواصلة رفضا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان. طلب رئيس لجنة المفقودين المحامي الطيب العباسي بالبدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل العدالة الانتقالية بتكوين مفوضيات للبحث عن الحقيقة فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في مواجهة ثوار ديسمبر. وقال العباسي في الندوة التي نظمها التجمع الاتحادي بمقره: يجب أن لا نترك ذلك لنيابة الشهداء، لأنها لم تقدم سوى قضيتين وهناك ملفات مركونة، ويجب علينا تكوين مفوضيات من خبراء وطنيين شرفاء في مجال حقوق الإنسان. وأضاف: مفوضيات للبحث عن الحقيقة، وأردف في ذلك: الوضع الحالي لن نستطيع تحقيق العدالة الانتقالية، ولكن يجب أن نقوم بتكوينها حتى نكون جاهزين إذا قامت الدولة المدنية. دفعت مجموعات نسوية بمذكرة احتجاجية لمبعوث الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرث اعتراضا على تكوين الآلية الثلاثية للجنة حقوق المرأة ضمن الكتل المكلفة بالمشاركة والإعداد للعملية السياسية الجارية حاليا في البلاد. وتعتبر المذكرة التي أحيطت تفاصيلها بالسرية خلاصة شد وجذب حادين بين البحث والمجموعات النسوية السياسية بقوى الحرية والتغيير، بعد إهمال مسؤولي الأمم المتحدة طلبا سابقا من نساء الجبهة الثورية لتوضيح طريقة اختيار أعضاء اللجنة التي تضم في صفوفها أكاديميات ومنظمات مجتمع مدني بمنأى عن الحركة النسوية السياسية.
ووقعت على المذكرة أكثر من 15 مجموعة تابعة لأحزاب الحرية والتغيير والحركات المسلحة بجانب اتحاد المهنيين، وتم إعدادها بعد اجتماعات ومشاورات امتدت لقرابة شهر. أعلنت الأستاذة أم سلمة محمد أحمد مدير عام التجارة الخارجية انطلاق معرض الخرطوم الدولي بأرض المعارض ببري بمشاركة 400 شركة و13 دولة و16 ولاية تحت شعار الخرطوم بلا مخدرات. وتستمر فعالية المعرض في الفترة من 24 إلى 31 من يناير الجاري. وأكدت ممثلة وزارة التجارة بمناسبة إعلان الدورة أن الدورة تمثل أكبر تظاهرة اقتصادية استثمارية، إضافة إلى أن سانحة لعقد العديد من الملتقيات مع رجال الأعمال بمختلف الدول، معلنة في هذا الصدد عن زيارة وزير التجارة الجزائري وإعداد ملتقى بين رجال الأعمال السودانيين والجزائريين. رياضيا، يدخل منتخبنا الوطني للمحليين بحسابات الفرصة الواحدة من أجل التأهل للدور ربع نهائي حينما يواجه مدغشقر مساء الاثنين باستاد الشهيد حملاوي بالجزائر ضمن مواجهات المجموعة الرابعة لبطولة إفريقيا للمحليين. ويتزين المنتخب السوداني المجموعة بدون نقاط، وذلك عقب خسارته لمباراته الأولى أمام نظيره الغاني يوم الجمعة الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تصدر المنتخب الغاني المجموعة برصيد 3 نقاط وهو ذات رصيد مدغشقر. ومن تلك الحسابات فإن منتخب السودان يحتاج للفوز بهدفين نظيفين ليضمن التأهل إلى دور الثمانية، فمجموع أهداف السودان حال فوزه بهدفين نظيفين سيصبح 3 أهداف في مقابل تجمد منتخب مدغشقر عند 2-2. نشرة العاشرة انتهت، عودة إلى دعاء لمواصلة ما تبقى من صباح البلد. مرحبا من جديد دعاء.